يا مماركة يا مماركة. نعم يا مدام. ما شفتيش ما شفتيش الخاتم الذهب بتاعي راح فين؟ خاتم الذهب؟ ايوه قلعته وسبته هنا ومش عارفه راح فين. بس انا دخلت قدامك على المطبخ. طب انت ما شفتوش خالص؟ ما شفتوش. هو في حد دخل الشقه النهارده؟ لا ما حدش دخل. بس انا شفتك يا السوبر ماركت جوه. صح. يا الختم اللي كل شويه هيقطع لي الهدوم ده كبير قوي بصراحه. حاضر. ازيك يا امنيه عامله ايه؟ الحمد لله. تشيلي طلبات يا قلبي كلها؟ ايوه. طب بكام يا حبيبتي؟ 120 جنيه. ماشي ثانيه واحده اجيب لك الفلوس وجاي. تمام. اتفضلي يا امنيه. حسابك اهو 10 جنيه زياده على شيء. شكرا بجد يا سنة ان انت حبيبتي يا امنية. ماشي بعد اذنك يا حبيبتي. ازيك يا بنتي يا امنية؟ ازيك يا ممكة؟ الحمد لله يا حبيبتي. كنت فين؟ انا كنت عند الاستاذة ندى كنت بديها طلبات. ظبطتك هي. ايوه دي طيبة قوي وكمان بحبها قوي. وهي بتحبك قوي. زمانك مولعاها طول اليوم صح؟ مولعاها انت. اتفضلي حبيبتي. ماشي اتفضلي. كل شوية الباب بيخبط. خليك معايا. صباح الخير يا مدام. صباح النور يا ممكة. ايه التأخير ده كله؟ معلش ماما كانت تعبانة وكنت ببص عليها. انت قلتيلي ساعة واحدة بس صح؟ معلش حقك عليا. ماشي خشي بقى. تمام. وبعدين انا جاتلي فكرة حلوة قوي يا مدام. اعملك قهوة؟ انا في المطبخ. طيب خلاص انا جايالك. قلتلك جاية. خلاص سلام سلام. الخاتم بتاعي راح فين؟ الخاتم الذهب بتاعي انا سبته على الترابيزه ولا على الكنبه؟ لا انا سبته على الترابيزه. هيكون راح فين يعني؟ يا مماركة يا مماركة. نعم يا مدام. ما شفتيش ما شفتيش الخاتم الذهب بتاعي راح فين؟ خاتم الذهب؟ ايوه قلعته وسبته هنا ومش عارفه راح فين. بس انا دخلت قدامك على المطبخ. طب انت ما شفتوش خالص؟ ما شفتوش. هو في حد دخل الشقه النهارده؟ لا ما حدش دخل. بس انا شفتك يا السوبر ماركت جوه. صح امنيه جابت لي طلبات السوبر ماركت. صح يا بنت الحراميه. يبقى هي اللي سرقته. سيبيني انا الموضوع ده. ده انا اروح لها السوبر ماركت وافرج عليها امي تلاقي لها الا الله. سيبيني انا الموضوع ده. لا البنت لسه صغيره ما تعمليش كده. طبعا انا جات لي فكره احسن من كده. ايه هي؟ طيب بصي أمنية دي لو سرقت الخاتم الذهب بتاعي انا هحط لها ذهب تاني هنا. هحط لها السلسله بتاعتي. لو هي سرقت السلسله كمان يبقى هي سرقت الخاتم. بس دولت ولاد حرام. مش هتاخد السلسله تاني. انا بقول لا اسمعي الكلام. انا هتصل اطلب طلبات واخليها تيجي وانت اللي هتفتحي لها البيت وتقولي لها ثانيه هجيب لك الفلوس واجيلك ونشوفوها هتعمل ايه. تمام تمام. حاضر. اللي انت عاوزاه يا مدام. حاضر. انا عايزه اشرب قهوه. اعملي ايه؟ فنجان قهوه. حاضر. الو سوبر ماركت الجمل. عايزه 4 عصير برتقال و4 بسكوت. ايوه تمام ماشي مع السلامه. كده انا طلبت الطلبات وامنيه هي اللي تجيبها لي. بس انا خايفه امنيه تنكر. لو نكرت هعمل ايه؟ انا لازم احط لها كاميرا عشان لو نكرت اوريها الفيديو واعرفها اللي هي عملته ده غلط. اصل لو هي صغيره بتسرق امها لما تكبر هتعمل ايه يعني؟ امنيه الغلبانه دي البنت طيبه وما يبانش عليها ان هي حراميه ابدا. انا دماغي والله هتنفجر مني. مين انت؟ انا ماشي. حاضر. انا هحب السلسله بقى كده امنيه هتلبسها.
تعالي يا امنيه، هاتي يا حبيبتي الحاجات. اتفضلي يا ماما. الحساب كام كده؟ الحساب كده 45 جنيه. ماشي، ثواني هجيب لك الفلوس. ماشي. خدي الفلوس. انت حدفتي ايه تحت يا بنت؟ انت يا بنت حدفتي ايه؟ مين اللي كان معاكي تحت ده؟ مفيش حد كان معايا. انت سرقتي السلسله كمان؟ ايه ده؟ والله ما انا سايباك يا حراميه يا مدام. يا مدام انا ما عملتش حاجه والله. كان في حد تحت وحدفت له السلسله. لا مدام. انا شفتها بعينيا دول. لا والله العظيم ما حصل، اقسم بالله العظيم ما حصل. لا يلا يا حراميه انا مش سايباك النهارده. استني، ينفع كده يعني يا امنيه؟ ينفع كده؟ ده انا بقول عليكي جميله يا امنيه واستحاله تعملي كده. تطلعي حراميه يا امنيه. في انا ما عملتش حاجه والله العظيم، انا كنت واقفه مكاني ما عملتش حاجه. انت في سنه كام يا امنيه؟ انا سنه سته، بس اقسم بالله العظيم ما عملت حاجه. يعني انت في مدرسه ومعلمينك الصح ومن الغلط ومعلمينك ان السلعه حرام صح؟ ايوه يا دمدم. يا مدام انا شفتها بعينيا دول. خلاص اهدي يا ماما. والله العظيم ما عملت حاجه والله. طب والله العظيم ما عملت حاجه. ما تنكريش، هتجيب السلسله والخاتم ولا ازعل منك؟ والله ما معايا حاجه. ما معلش يا حراميه ليه كده؟ بس انا اساسا مصوراكي بالكاميرا عشان اثبت لك يا امي. طب ماشي ماشي. كاميرا؟ انا ما عملتش حاجه والله. كاميرا؟ الكاميرا اهي. انا ما عملتش حاجه، شوفي والله. ثانيا انقل لك الفيديو على التليفون وهوريكي كل حاجه بنفسك. تمام. بصي بقى. كاميرا ايه يا مدام؟ ثانية اهو، بصي اهو وانتي بتسرقي اهو. مين انتي؟ هتفتحلك هتسرقيها دلوقتي. لا 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 مش انا. شفتي كده كده امنية هتلبسها. شفتي بقى يا مدام؟ انا معرفش هما نطونا ازاي. انا معرفش، انا ماليش دعوة، هما اللي خالص. شفتي بقى انا ما عملتش حاجه والله العظيم، اقسم بالله العظيم ما عملت حاجه. انا عايزه اقول لك على حاجه، هو انا انا واهلي غلبانين بس مش حراميين والله العظيم. انا اسفه، انا اسفه والله، حقك عليا. انا عارفه والله العظيم يا ابنيه ان انت شاطره واموره وعمرك ما تعملي كده. حتى حطيت الكاميرا والله حتى عشان اتاكد والله. انا عمري في حياتي اعمل حاجه غلط صدقيني. خلاص ما تزعليش يا حبيبه قلبي، انا اسفه والله، حقك عليا، حقك عليا. سامحاني؟ سامحاك. انا خلاص والله مش هعمل كده تاني، انا اسفه والله. انت زي ماما، سامحاك. ماشي يا حبيبتي، انزلي انت. حاضر. يا مدام والله ما عارفه هما جم هنا ازاي، هما جم لوحدهم. والله ما انا سايباكي. السلسله والخاتم كده؟ السلسله والخاتم. انا ما عملتش حاجه، انا ماليش دعوه، انا ما عملتش حاجه. يلا قول عملت ايه؟ انزلي بهدليها قدام الناس في السوبر ماركت. كنت عايزاني ابهدلها وهي حرام غلبانه ما عملتش حاجه. ده انت اخر واحده يا شيخه، اشك فيك ان انت ممكن تعملي كده. عمرك طلبتي مني حاجه وقلت لك لا؟ ده انا بديكي فلوس بالزياده، فوق فلوس شهرك بديكي 1000 جنيه زياده. حقك عليا يا مدام، انا اسفه. ده انا كنت معتبراكي زي اختي، تعملي معايا انا كده؟ انا اسفه يا مدام والله. اخر مره، اخر مره، حقك عليا يا مدام. بقول لك ايه، فين السلسله والخاتم بتوعي؟ تخشي تجيبيهم مطرح ما خبيتيهم وتاخدي بعضيكي ويلا مع السلامه من هنا. يلا هاتي. خلصي السلسله والخاتم. خاتم اهو. حقك عليا، مش هتتكرر تاني، انا اسفه والنبي. بقول لك ايه بقى، انا اكراما ليكي كده لعيالك بالذات، عشان انا عارفه ان عيالك غلبانين، وعشان خاطر ربنا وانا مش هعمل لك حاجه ومش هروح اعمل لك محضر في الاسم بالفيديو ده. بس اقول لك حاجه، لو شفتك بس اشتغلتي عند حد في الشارع ده لا هقول ان انت حراميه وهفرج عليكي الناس كلها. والنبي ما تقطعيش يا مدام، انا عايزه حقك عليا. والنبي يا مدام امشي من هنا. يلا هل تنين ظلمت البنت؟ حرام عليكي. يلا امشي. حرام والله صعبت عليا امنية، دي بنت غلبانة وشطورة. الحمد لله يا رب ما رحتش ظلمتها في السوبر ماركت قدام الناس، اكيد بتصرف على اخواتها ولا على امها ولا على ابوها. امنية دي لازم ارضيها، مش هسيبها زعلانة كده ابدا. الحمد لله ان ربنا ظهر الحقيقة، وطنط كمان كانت حاطة كاميرا وعرفت ان انا مش حرامية. الحمد لله يا رب.
وكمان لو هي كانت عرفت ان انا الحرامية واخد عني فكرة وحشة كان زمان على طول اكيد يعني راحت لصاحب السوبر ماركت وقالت عليا ان انا حرامية وهو كان زمان ومشاني. ايوه صح، ده انا نسيت الفلوس، نسيت اخد منها فلوس 45 جنيه. ارجع لها تاني؟ طيب لا لا انا مش عايزة ارجع لها تاني بصراحة عشان ازعلها منها قوي. خلاص انا هدفع الفلوس دي من جيبي، وبعدين يعني صح انا واهلي غلبانين بس مش حراميين، انا زعلانه منها قوي.